يما محمد. هيا جنتي أبشركم يما، أبوك طالبكم يبي يشوفكم، قلبه حن عليكم حبي. سمعتي شو يقول؟ يقول بنطلع والبازع بتجي معنا. شلون ماما؟ أنا ماني فاهمة. أنا مستغربة من طريقة كلام أبوك، بس يبين هو مقتنع بكل كلمة قالها. بابا مستعد يهد جبال ولا تتنى كلمته أو ينكسر مبدأه والشيء اللي هو مقتنع فيه. هذا هو داود، ما ينخاف عليه. عسى كلمتي تطلع صح ونطلع من هني واحنا مرفوعين الراس. يبي يطول بعمرك، ناديتنا في شيء؟ محمد لو قلت لك انا اختار واحده من هالثنتين اللي يمك. يبي يطول بعمرك، ماني فاهم سؤالك. بينهم بالنسبة لي الروح أكثر. إيش تقصد؟ وغلات أمك عندك. إذا تعز أمك وتخليها أنت تروح بطريق وهاليهودية هذه بطريق. آمنة، أنت من هاللحظة محرمة علي. لا تفكرين في يوم من الأيام تحلين علي. وانت يا محمد واحدة من الثنتين، يا تطلق حرمتك بالثلاث ولا أنا أطلق أمك بالثلاث. راحل كل اللي عارف ان انت لي، حتى لو اجسادنا تباعدت عن بعض لو ما قطعنا سقف واحد تغطينا سما واحدة. انت كل حياتي، حتى لو عيني ما راح ترد تشوفك، بس راح اظل اشوفك بقلبي. قلبي اللي عمره ما حشق وحده خيرك. سيبني عقبك تصوم عند البنات حوا.